مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض وجبة فطور أو عشاء كتير مغذية وسهلة وبسيطة. عنا أول شي علبة التونة وبيضتين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحطن على جنب، بحط زيت زيتون بالمقلاي، كمان عندي بصلة صغيرة بحطها مفرميتها بهيدا الشكل، مربعات صغيرة، رشة ملح صغيرة. هلا بقليهم على الغاز. بس قليت البصلة بهيدا الشكل، صفيت المي منيح من الطونة، هلأ بحطهم فوق البصل. كمان بس قليتهم شي بسيط، بحط هلأ البيض فوقهم. اقليهم مع بعض. إذا أنتوا بتحبوا البيض عيون ما يكون مستوي منيح، ما بتحركوهم، بتتركوهم زي ما هن وبتشيلوهم، يعني بس بتحطوهم شوي شي بسيط على الغاز. برش رشة بسيطة فلفل أسود، بحركن منيح عشان ما بدي البيض يبقى عندي ني. هلا بطفي الغاز. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكن، حطيت معها خس وكبيس مشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن، وإن شاء الله بشوفكن بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.